وفي صالة مركز الخطوط الجوية الأمريكية في دالاس، حقق دالاس مافريكس فوزا مريحا على ضيفه نيوجيرسي نيتس بفارق 13 نقطة وبواقع 102 مقابل 89. الربع الأول من المباراة شهد أداء قويا من أصحاب الأرض ونجحوا في تسجيل 30 نقطة مقابل 19 نقطة للضيوف. وفي الربعين الثاني والثالث تحسن أداء نيوجيرسي بشكل واضح ونجحوا في تقليص الفارق، ولكن لاعبي دالاس فرضوا سيطرتهم على اللقاء ليخرجوا فائزين ويحتلوا بجدارة وصافة مجموعة الجنوب الغربي، فيما تقهقر نيوجيرسي إلى المركز الأخير في مجموعة الأطلسي. وضمن الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة أيضا تغلب يوتا جاز على ضيفه أورلاندو ماجيك بفارق 12 نقطة وبواقع 117 نقطة مقابل 105 نقاط ليتصدر يوتا مجموعة الشمال الغربي، فيما بقي أورلاندو في المركز الثالث في مجموعة الجنوب الشرقي.